بسم الله الرحمن الرحيم. يواصل رجال الشرطة أداية رسالتهم السامية في مواجهة إرهاب أسود حاقد. يقدمون كل يوم تضحياتهم رسالة وينالوا الشهادة قدر. يعلون قيمة الوطن ويقدسون أمن الشعب. حباهم الله إيمانا في قلوبهم، فحملهم أغلى رسالة وبلغهم أعلى مرتبة. رحم الله شهداءنا الأبرار. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط العناصر الإرهابية المتورطة في حادث تفجير عبوة ناسفة بمحطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتاريخ الأربعاء 25 يونيو الماضي وبعض الحوادث الإرهابية الأخرى، وتبين أنهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي من مسؤول لجنة العمليات النوعية بمحافظة القليوبية، حيث أمكن تحديد قيادي وأعضاء تلك الخلية وضبط ثلاث عناصر إخوانية منها، من بينهم أحد المصابين في حادث تفجير المترو ويدعى سيد سالم سيد إبراهيم، والإخواني عبد الناصر كامل السيد محمد، والذي أسفر تفتيش منزله عن العثور على مبالغ مالية قدرها 45 ألف جنيه مصري و1600 دولار أمريكي، والثالث يدعى أيمن سلامة حسنين علي الغنام. بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة على النحو التالي. عرفت منين بواقعة الانفجار ان السيد أصيب؟ ما كنت معايا تحت على شريط المترو على المحطة، بس انا كنت قدام شوية كده وهو كان قاعد بيجمع السلوك ديت، كنت مديله ظهري كده ومشيت قدام شوية، لقيت صوت حصل وهو كان قبلها بيقول لي انا هركب بقى السلوك وكده، فقلت له ماشي، وانا بعدت عنه شوية كده يعني. على ما بعدت عنه شوية لقيت الصوت حصل بالتفت، لقيته متعور والناس واخداه وطلعوا فوق بيه فوق عند الإسعاف. هل في مظلوم باسم أيمن سلامة؟ ما هو ده عشان المتهم في القضية بتاعة تفجير المترو. لا ما اعرفش ده حاجة، ده هو عشان ظروفه، قال إن أنا ظروفي تعبانة اليومين دول، المكنة مش شغالة ومش الدنيا واقفة، فساعدناه ب 1000 جنيه عشان دخل الأوضة. مين اللي حدد إن يتساعد بمبلغ 1000 جنيه؟ الأستاذ محمد قال اديله 1000 جنيه. قال لك ايه بقى لما اداك الشنطه؟ احكي لي قال لك ايه؟ دي جت الكرش عند تضرب، بقول له دور حد، دور حد، هي تعمل صوت جامد بس وخلاص. وبعدين خدتها من هو؟ انا خدتها. ايه بقى اللي حصل؟ حطيتها في الشنطه جنب الباب، مسكتها كده. ايه حسست عليها؟ ايه لقيت فيها؟ ايه لقيت فيها؟ حاجه زي الماسوره. بقيت متردد، قدرت اقول ايه يعني، طب نعمل كده ليه او نعمل كده ليه؟ بقيت متردد، قلت انا اخدها وامشي بسرعه. كويس. انا بقول لك انا كده قمت بمسكها، وبعد كده اللي حصل حصل اللي قدامي. انفجرت بقى في ايدي. كما اعترفوا بارتكاب جرائم ارهابيه اخرى، محاوله سد خط الصرف الصحي الرئيسي بشبرا الخيمه، حيث قاموا بشراء ملابس مستخدمه لعمال الصرف الصحي لسهوله تنقلهم وعدم كشفهم أثناء إلقائهم لكميات كبيرة من مواد البناء بداخل إحدى البلاعات، إلا أن العملية باءت بالفشل. إشعال النيران عمدا في محول كهرباء مسترد عن طريق وضع مواد كيماوية حارقة داخل المحول. وفي إطار المتابعات الأمنية وتوجيه ضربات استباقية لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بعض العناصر من مسؤول لجنة العمليات النوعية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، المدعو عبد العليم عبد الحميد عبد العليم، المدعو نبيل رزق سعد. وبتفتيش مسكن الأول عثر على مخزن بداخله المضبوطات التالية: 29 قنبلة مولوتوف معدل الاستخدام، أدوات تصنيع العبوات الحارقة، كميات كبيرة من الأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب والعنف، كميات من المطبوعات والكتب التي تحرض على العنف والتكفير. إن وزارة الداخلية تتوجه بكل الفخر ومعاني التقدير والاعتزاز إلى رجالها، ضباطا أمناء أفرادا وجنود، الذين برهنوا للشعب المصري على أنهم حراس أمنه الأمناء وجنود وطنه المخلصون. ونعاهد الشعب المصري العظيم على مواصلة العمل بكل جد ويقظة للحفاظ على أمنه
واستقرار البلاد.